السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ فتحي. في هذا الفيديو رقم جوج، شابيتر نيميرو دو، لا بارتي نيميرو دو، لا جي ار اش، من المادة ديال ليكونومي اي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دي زونتربريز، دوزيام باك سيونس ايكونوميك اي سيونس دو جيستيون كونتابل. الوغ بعد ما تعرفنا في الفقرة الأولى من هذا الدرس على المفهوم ديال لي ستيل دو كوموندمون، شفنا التعريف ديالهم وكذلك الانواع ديالهم اللي هما اربعه. الوغ في هاد لا فيديو ان شاء الله غنتعرفوا على مفهوم جديد واللي هو لا كومونيكاسيون انترن. شنو كنقصدوا بلا كومونيكاسيون انترن؟ الوغ لا كومونيكاسيون او سان دو لونتربريز، سيتادير لا كومونيكاسيون انترن، كوريسبوند دونك ا لا سيركولاسيون دو لانفورماسيون ا ديستيناسيون دو سي ريسورس هومان. شنو كنقصدو بالتواصل داخل لونتربريز؟ كنقصدو هو ان لونتربريز كتوصل المعلومات لي ريسورس هومان ديالها باش يكونوا بيان سور عارفين كلشي على لونتربريز. اي معلومه راه كتقدر انها تفيد لي ريسورس هومان، سواء في الناحيه ديال لا بسيكولوجي ديالهم، يعني من الناحيه النفسيه ديالهم، سواء في لو كوتي دو ترافاي، الناحية ديال الخدمة. elle peut être quotidienne، يعني هاد المعلومة هادي أو هاد لا سيركولاسيون دو لانفورماسيون تقدر تكون بشكل يومي، à moyen terme على المدى المتوسط، ou bien à long terme على المدى البعيد، حيت كاين لي زونتربريز اللي كتواصل مع لي ريسورس هيومان ديالها بشكل يومي. كاين اللي مثلا كدوز اسبوع من اسبوع لاسبوع، كاين اللي حتى كينساو لي بيرسونيل مع من خدامين. سيتادير سولون لو ستيل دو كوموندمون ادوبتي بار لونتربريز. الوغ هنا كنرجعو لي ستيل دو كوموندمون. بيان سور الا كانت لونتربريز خدامه بواحد لو ستيل دو كوموندمون اللي هو بارتيسيباتيف، هنا كنهضرو على واحد لا كومونيكاسيون اللي كتكون بشكل يومي كوتيديان. والعكس صحيح، الا كانت لونتربريز عندها واحد لو ستيل دو كوموندمون اوتوريتير سلطوي، الوغ هنا تقدر تكون ا لون تيرم ولا ا تري لون تيرم كاع. لا شوز سو كي فا امباكتي لا موتيفاسيون دو بيرسونيل. الوغ لا كومونيكاسيون ولا لو نيفو دو لا كومونيكاسيون كيأثر سواء بشكل ايجابي او لا بشكل سلبي. علاش؟ على لا موتيفاسيون، على التحفيز والنفسيه ديال لي بيرسونيل، اي بار كونسيكون لا كاليتي دو لا برودكسيون. الوغ الا تاثر لك لو بيرسونيل بشكل ايجابي، هنا غنهضروا على واحد لا كاليتي دو برودكسيون كي هي بون، ولا تاثر بشكل سلبي غتكون لا كاليتي دو لا برودكسيون اي موفيز. maintenant on va voir les types de la communication interne. الوغ هاد لا كومونيكاسيون اللي كتكون او سان دو لونتربريز عندها انواع، ثلاثه ديال الانواع اللي نقدروا نلقاو، سواء une communication ascendante ou bien descendante ou là nous pouvons la voir transversale. Nous allons voir le تعريف ديال كل واحدة. بالنسبة لا communication ascendante كتكون من عند لي بيرسونيل تجاه لي سوبيريور هيرارشيك. نعطيكم اكزومبل، مثلا واحد لو بيرسونيل غادي يدوي مع لو ديريكتور جينيرال. الوغ هاد لا كومونيكاسيون هادي ولا هاد الخطاب هذا اللي موجه من عند لو بيرسونيل تجاه لو سوبيريور هيرارشيك اللي هو لو ديريكتور، هاد لا كومونيكاسيون هادي كتسمى اسوندونت حيت جات من التحت للفوق. النوع الثاني كومونيكاسيون ديسوندونت واللي هي العكس ديال اسوندونت، كتكون من لو سوبيريور هيرارشيك فيغ لي بيرسونيل، مثلا المدير في الحوار ديالو مع لي بيرسونيل ديال لونتربريز. اخر نوع اللي نقدروا نلقاو هي لا كومونيكاسيون ترانسفيرسال. ترانسفيرسال كتكون ما بين جوج ديال الناس اللي من نفس الفئه، مثلا ما بين لي سوبيريور هيرارشيك مع بعضياتهم، مثلا ما بين المدير ونائب المدير، او لا ما بين لي بيرسونيل مع بعضياتهم. الوغ هاد لا كومونيكاسيون هادي كتسمى ترانسفيرسال، كتكون يعني في لو ميم نيفو هيرارشيك. الوغ باش تكون هاد لا كومونيكاسيون، لونتربريز كتحتاج الادوات والمعدات اللي من خلالهم كتقوم بهاد لا كومونيكاسيون. هاد الادوات هادو كاينين بزاف اللي نقدروا اننا نجمعهم في اربعه ديال لي كاتيجوري: اكري اللي كتكون مكتوبه، اورو يعني المجموع ديال اورال اللي كتكون مسموعه، انفورماتيك
عندها لو كوتي ديال المعلوميات اي اوديو فيزوال. احنا غنشوفو كل وحده على حده. نبداو بليزيكري، فحالاش بحال نوت دو سيرفيس. لي نوت دو سيرفيس بحال الرسائل اللي كتكون موجهه من عند لو سوبيريور هيرارشيك فيغ لي بيرسونيل، او من عند لي بيرسونيل فيغ لي سوبيريور هيرارشيك اكسيتيرا. الوغ هادشي كيكون مكتوب. لافيشاج، لافيشاج مثلا لونتربريز كتكون عندها شي ايفينمون ولا شي ريونيون ولا نيمبورط كيل كومونيكاسيون. الوغ هنا لونتربريز كدير واحد لافيش اللي كتعلقها سواء في الباب ديال لونتربريز او لا في الباب ديال لي زاتوليي، باش لي بيرسونيل كتوصل لهم ديك الرساله. او لا عندنا ايضا جورنال انتر. هنا كنهضروا على اون انتربريز اللي كتملك واحد لو جورنال انتر ديالها، يعني واحد الجريده داخليه، بحال مثلا المساء الصباح هذه كتكون وطنيه، ولكن هنا كنهضروا على اون انتربريز اللي عندها اون جورنال ديالها يعني مستقلة، يعني فيها كيكون الأخبار ديال لونتربريز، لي بيرسبكتيف الرؤى المستقبلية ديال لونتربريز اكسيتيرا. عندنا أيضا بواط أي دي. بواط أي دي هي واحد لا بواط لي لونتربريز كديرها خصيصا لي بيرسونيل ديالها، باش أي واحد عنده شي فكرة شي اقتراح أي حاجة اللي تقدر تحلو على باله يقدر أنه يكتبها ويديرها في ديك لابواط. وهاد لابواط هادي غالبا كتفتح من طرف لي زونتربريز دون مانيير هبدوماديير، يعني من الاسبوع لاسبوع او من شهر لشهر، باش كتشوف الافكار والتطلعات ديال لي بيرسونيل ديالها اكسيتيرا. نقدروا نلقاو دوطخ مويان. ندوزو دابا نشوفو لي مويان اورو. لي مويان اورو فحالاش بحال لي ريونيون بيريوديك. كاين لي زونتربريز اللي كيديروا اجتماعات بشكل اسبوعي بشكل شهري اكسيتيرا. الوغ هاد الاجتماعات هادو كتكون فيهم واحد لا كومونيكاسيون، هاد لا كومونيكاسيون عندي كتكون بشكل شفوي. كذلك لي سيمينار، لي سيمينار هما الندوات، حتى هما كيتعتبروا كوم دي مويان دو كومونيكاسيون اورال. اي كذلك فلاش موب هو واحد الغاسومبلومون اكور دوري دون ان ليو بوبليك pour mener une action concentrée. يعني مثلا حنا دي بيرسونيل ديال واحد لونتربريز كنتجمعوا في واحد الكافي ولا في واحد ريستوران ولا مهم واحد المكان عمومي، تما كنتناقشوا على الامور ديال الخدمه. الوغ هذا النقاش هذا راه داخل في اطار التواصل، وهذا التواصل هذا راه هو النوع ديالو بيان سور اورال اكسيتيرا. نقدروا نلقاو كذلك دوطخ مويان. ندوزو نشوفو لي مويان انفورماتيك بحال الانترنت. كاين الانترنت وكاين الانترنت، هنا خصكم تعرفوا الفرق ما بيناتهم. الانترنت كيكون يعني على شكل انترناسيونال، يعني احنا هنا وكتعرف مثلا المعلومات اللي كاين في لاميريك في كندا في نامبورت كيل بيي في العالم كامل، يعني بنقرة واحدة كتقدر انك توصل لبليزيور انفورماسيون. مي لانترانيت هو واحد لو ريزو دو لونتربريز، يعني هو واحد يعني الريزو ديال لونتربريز كيكون داخلي ديال الشركة فقط، بحال واحد لو سيت. هنا كنهضر على انترانيت، يعني بحال مثلا فيسبوك لينكدين، يعني سو سون دي زابليكاسيون او لا دي ريزو سوسيو يعني اجتماعية. مي هنا لانترانيت est un réseau interne de l'entreprise qui est l'entreprise. Quels les panneaux d'affichage sur le site web de l'entreprise? Alors, les affiches de l'entreprise sur le site web de l'HA, quels sont comme des moyens d'informatique, ou des moyens de la communication interne, les dakhlin le côté informatique. Dernière catégorie, audiovisuel. Audiovisuel كنقدروا اننا نلقاو فيها فيديو كونفرنس وكذلك فيلم دونتربريز. فيديو كونفرنس بحال مثلا واحد لونتربريز اللي عندها دي بيرسونيل في المغرب كله، درت واحد الكونفرنس واحد الندوه، وهذيك الندوه يعني كتخص شي بارتي ولا شي تاش في الخدمه. الوغ ضروري خصهم لي بيرسونيل اللي كاينين في المغرب كله انهم يعرفوا شنو كاين في ديك الكونفرنس. فعوض ما كاملين انهم يحضروا كيكون واحد التسجيل ديال الفيديو ديال ديك الكونفرنس. الوغ هذاك التسجيل لونتربريز كتصيفطو لكاع لي بيرسونيل اللي عندها
باش يشوفوه. الوغ هذا نوع من انواع ديال لا كومونيكاسيون واللي هو اوديو فيزيوال، يعني سمعي بصري. عندنا ايضا فيلم دونتربريز، لا ماجوريتي ديال لي زونتربريز كيكون عندهم واحد الفيلم ديالهم، فيلم دو بريزونطاسيون، يعني اللي كيمثل او اللي كيعطي واحد نبذة على لونتربريز. الوغ هاد لو فيلم هذا ملي لونتربريز كد يعني كتغوكروتي كتوظف شي بيرسونيل جديد، الوغ هاد لو فيلم هذا خاصو هداك لو بيرسونيل انه يتفرجو باش يعرف لونتربريز اللي خدام فيها، الانجازات اللي قامت بها، التطلعات اللي عندها، لو ميليو اللي خدامه فيه، الطريقه ديال الخدمه، اكسيتيرا. كيكونوا فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون اكسيتيرا. كنقدروا اننا نلقاو بزاف ديال لي مويان، ولكن هادو هما لي مويان اللي غالبا كتقدروا انكم تلقاوهم في دي دوكيمون في لو جور ديكزامان ناسيونال. علاش لا كومونيكاسيون انترن مهمه بزاف؟ حيت كتلعب دور مهم من ناحية ديال من الناحية الإخبارية، وكذلك من الناحية الاجتماعية. alors maintenant on va voir les rôles de la communication interne. نشوفو الدور ديال la communication interne، واللي عندنا جوج ديال الأدوار. الدور الأول هو rôle informationnel، دور إخباري، والدور الثاني هو رول سوسيال، دور اجتماعي. بالنسبة للدور الإخباري عندنا ريكوير لي زانفورماسيون سيغ لي بوزوان دو بيرسونيل، يعني لا كومونيكاسيون انترن. من خلال هاد لا كومونيكاسيون، من خلال هاد التواصل اللي كديرو لونتربريز مع لي بيرسونيل ديالها، كتقدر انها تجمع المعلومات على الرغبات ديال لي بيرسونيل ديالها. كذلك لو بيرسونيل اتر انفورمي سيغ لو انتربريز، يعني من خلال هاد لا كومونيكاسيون لو بيرسونيل كيقدر انه يعرف راسو فين هو، وكيقدر انه يعرف معلومات بيان سور على لونتربريز ديالو. هادشي هذا ضروري. دابا غنشوفو لو رول سوسيال، الدور الاجتماعي، فاش كيتجلى. كيتجلى في لا موتيفاسيون دو بيرسونيل. الوغ لونتربريز بحال ما كثرت من لا كومونيكاسيون مع لي بيرسونيل ديالها، الوغ هنا كنهضرو على اون موتيفاسيون دو بيرسونيل، يعني لي بيرسونيل اللي كيتحفزوا اكثر واكثر. ديفلوبي لو سونتيمون دابارتونونس، كتنمي فيهم روح الانتماء لديك لونتربريز. اسيغي لا كويسيون سوسيال، يعني انها كتزرع فيهم ديك التماسك والتضامن الاجتماعي. فير اديري لو بيرسونيل على لا كولتور دو لونتربريز، بيان سور كتجعل لي بيرسونيل انهم يكونوا ملتزمين بالثقافات والاعراف كذلك ديال لونتربريز. انستوري ان بون كليما سوسيال، كترسخ بهذيك لا كومونيكاسيون واحد الكليما سوسيال، واحد الجو ديال الخدمه. بريفونير اي ريزودر لي كونفلي سوسيو، لونتربريز هنا في هاد لوكا هذا، بفضل لا كومونيكاسيون كتقدر انها تمنع وتحل كذلك النزاعات والصراعات الاجتماعيه ما بين لي بيرسونيل الا كانوا. امبليكي لو بيرسونيل، يعني كتشارك لو بيرسونيل، كتعمل واحد العمليه ديال الاشراك، كتشاركوا معاها في كاع القرارات وفي كاع لي زيفينمون اللي كتقوم بيان سور بيهم. فافوريزي ليشونج اي لا كوبيراسيون، الوغ بفضل لا كومونيكاسيون كيقدروا لي بيرسونيل انهم يتبادلوا المعلومات ما بيناتهم، وكذلك كيكون واحد النوع ديال لا كوبيراسيون، التضامن والتكافل ما بين لي بيرسونيل. اميليوري لي كونديسيون دو ترافاي، بفضل كذلك لا كومونيكاسيون كتقدر لونتربريز انها تحسن من الاجواء، وكذلك لي كونديسيون دو ترافاي، يعني الاجواء ديال الخدمه. ريبوندر او زاسبيراسيون دو بيرسونيل، كتقدر انها توفر وتحقق كاع داكشي اللي باغينو لي بيرسونيل ديالها غراس ا سيت كومونيكاسيون، حيت من خلال هاد لا كومونيكاسيون لونتربريز كتقدر انها تعرف لي بوزوان ديال لي بيرسونيل ديالها، وبالتالي كتحقق لهم هاد الرغبات هادو. الوغ هاد لا بارتي اللي تري 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 امبورطونت، نتمنى انكم تكونوا فهمتوها مزيان. على فيديو بروشان ان شاء الله.